يسرنا أن نتواصل عبر سكايب مع القاضي حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة والمعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي وممثل نائب الأمين العام بمنظمة الأمم المتحدة، وراح يكون الحديث عن الاحتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد. بداية نرحب بك معنا في برنامج مساء الخير يا كويت، والحديث عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يتم به الاحتفال عالميا بهذا اليوم، من أين نبدأ سعادة القاضي؟ أولا تحياتي وتقديري لكم ولأهل الكويت على هذه الاستضافة الكريمة وعلى تسليط الضوء ومعاونتنا في ذلك. أولا أنا أشرف بأن أكون المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو الجهة الواصية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وفي الحقيقة نطلق هذا اليوم العالمي لمكافحة الفساد حتى نحتفل به مع دول العالم كافة، ونعاون الدول والحكومات والمجتمع والمجتمع المدني بأن يسلط الضوء على تحديات الفساد وعلى أهمية إرساء قواعد النزاهة والشفافية والمساءلة. فأنا يسعدني أن تلفزيون الكويت يعاوننا اليوم في تسليط الأضواء، خاصة وأن الكويت تميزت بعلاقة طيبة جدا 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 مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال هيئة مكافحة الفساد نزاهة. أستاذي، حابة أسأل ما الأهمية من الاحتفالية بهذه المناسبة؟ في الحقيقة كما لا يخفى عليك أن العالم منذ سنوات طويلة أثخن بالجراح من الفساد ومدركات الفساد التي أدخلت العديد من الشعوب والمجتمعات في دائرة مفرغة من الفقر والجوع والمرض لتأثر الخدمات العامة بالفساد والرشوة. ولهذا إضافة إلى العامل الرهيب الموجود الآن وهو الوباء العالمي لكوفيد-19، فقد أطلقت معالي الدكتورة غادة والي نائب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شعارا لليوم العالمي لنحتفل به معا، وهو لقد أثخنا بالجراح فدعونا نتعافى، ولكن نتعافى بنزاهة وشفافية تحترم الشعوب وتحترم الإنسان. فهذا هو الشعار اليوم، لأن الإنسان يعاني أكثر مما سبق من الفساد. يعني على سبيل المثال في وقت الكوفيد-19 وهناك حزمات كبيرة من المساعدات التقنية والمساعدات الاقتصادية للدول لمعاونتها في مواجهة الكوفيد-19 تضيع ولا تصل إلى الشعوب ولا تصل إلى المحتاجين إليها نتيجة للفساد. نعم أستاذي، هنا دعنا نتحدث بما أنك تفضلت في خصوصية هذا الظرف وهذه الجائحة، كيف يمكن مكافحة الفساد وخصوصية هذا الوقت وهذه الظروف الراهنة؟ لابد من أجندة أو خطة طريق كما يقولون لديكم للوصول إلى مبتغاكم. صحيح، وضعت المنظمة فور بداية جائحة كوفيد-19 معايير ملزمة وصارمة مستقاة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتحكم المناقصات العمومية والمشتروات، ولتحكم توزيع المساعدات الإنسانية، وتحكم توديع المساعدات الطبية للدول المحتاجة. كما وضعت أيضا برنامجا متطور جدا مع العديد من منظمات الأمم المتحدة الأخرى لمكافحة الأدوية المقلدة. نحن نعلم أن نحن أمام وباء قاتل ومميت، وليس هناك مجال أبدا أن تتكسب العصابات الإجرامية المنظمة من تقليد الأدوية والمعدات الطبية المستخدمة في مكافحة كوفيد-19. هذا بالإضافة طبعا إلى دعمنا الدائم للحكومات. على سبيل المثال في دولة الكويت عملنا خلال العامين الماضيين بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ومع المجلس الأعلى للتخطيط بالدولة، عملنا مع معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد وفريق عمل هيئة النزاهة على وضع استراتيجية وطنية منسقة لمكافحة الفساد والوقاية منه في دولة الكويت. ونعني الآن بالجزء الثاني من البرنامج وهو تدريب القائمين عليها والجهات الأعضاء
في هيئة مكافحة الفساد من الشرطة والنيابة والقضاء والثقافة والإعلام وغيرهم على كيفية أداء أدوارهم وفقاً لاستراتيجية مكافحة المخدرات لدولة الكويت. نعمل نفس الشيء مع باقي دول العالم على نطاق رئاسة المنظمة في فيينا. نعم نعم أستاذ حاتم، يحمل هذا الشعار العام يعني السنة هذه الشعار التعافي تحت راية النزاهة. كلمنا عن شعار الشعار هذا في الاحتفالية لمكافحة الفساد في هذا العام. صحيح، كما قلت أننا نحتاج الآن للتعافي. أثخنت المجتمعات والشعوب بنار الفساد وبجراح الفساد لسنوات وسنوات. هربت الأموال والأصول والموجودات المتحصلة من الفساد خارج حدود الدولة. أدى هذا إلى وقوع العديد من الشعوب تحت خط الفقر والمعاناة. ولهذا نحن نقول في ظل هذه الأزمة الاقتصادية وفي ظل هذه الأزمة للوباء العالمي للكوفيد 19 يجب أن يتعافى العالم، وتحاول منظمتنا بإطلاقها اليوم العالمي لمكافحة الفساد أن تقوم حملة للتعافي من الفساد، حملة للتعافي من أخطار الفساد، حملة لإزالة آثار الفساد عن الشعوب والمجتمعات. ولكن نقول نتعافى صحيح، ولكن نتعافى بنزاهة، ونتعافى بمساءلة، ونتعافى بشفافية يحتاجها ويقدرها الإنسان ويقدرها البشر على مستوى العالم. نعم سعادة القاضي، إذا تسمح لي يعني أثناء سياق حديثك تفضلت نتعافى نعالج، كأنك تقول أنكم بداية حتى تصلوا وتعالجوا المرض تعالجون أولا العرض. هنا لو نتحدث عن التدابير المهمة التي اتخذتها دول العالم للتصدي لحالة الطوارئ الصحية تماشيا مع أهدافكم وما تفضلت به. تمام، طبعا نحن لدينا شق كامل من المنظمة وهو شق الحماية الصحية والوقاية الصحية، يعمل مع منظمة الصحة العالمية على تدريب وتمكين أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية من العمل عن بعد والعمل في ظل كوفيد 19 ومن تحقيق الحماية اللازمة صحيا وطبيا وأيضا نفسيا، فالصحة النفسية هي من أهم مقومات التعافي من الأزمة الحالية. نعمل مع الأجهزة لتمكينها حتى تستطيع أن تقدم خدماتها للمواطن بصورة أكثر أمانا وبصورة أكثر شفافية ونزاهة. ولهذا نعمل دائما كما تحدثت على ميكنة المستروات العمومية وميكنة توزيع المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية لضمان نزاهتها ولضمان وصولها إلى مستحقيها. لا أقول أننا قد وصلنا إلى صدرة المنتهى وإلى مستغانة في ذلك، ولكن أقول أن هناك إرادة سياسية عارمة من دول العالم هي تدرك المخاطر المحيطة بنا الآن، ليس فقط مخاطر الفساد ولكن الفساد في ضوء تعاونه مع الجريمة المنظمة والإرهاب، وفي ضوء تنامي الأزمة الاقتصادية أصبح أكثر طحنا حتى في ظل أزمة كوفيد 19 أصبح ضرورة للحياة، ليس فقط ضرورة لرغد العيش ولكن ضرورة للاستمرار على قيد الحياة، أن يصل للمصابين وللمرضى أدويتهم وعلاجهم وأن تقدم لهم الخدمات العامة التي يحتاجونها. إذن في وجود الفساد لن يكون هناك حياة سالمة أو آمنة للبشر على الأرض في ظل هذه الأزمات الطاحنة، سواء كانت أزمة طبية لكوفيد 19 أو أزمة اقتصادية عالمية تضرب العالم أجمع. وهذا ما نحاول الآن أن نعمل عليه مع الحكومات، وهذا ما تقوده منظمتنا تحت قيادة نائبة الأمين العام الدكتورة غادة والي، التي في الحقيقة تعمل وفقا لدعم وجهود الأمين العام للأمم المتحدة ذاته، وهو نفسه هو الذي أطلق الرسالة الخاصة بالتعافي، ضرورة العمل على التعافي بنزاهة من مدركات الفساد. نعم، إذا يمكن الشيء بالشيء يذكر سعادة القاضي في ختام يمكن هذا اللقاء، ما يصدر ما بعد هذه الاحتفالية والجهة المعنية الأممية في هالموضوع، هل هي آراء ملزمة لأعضائها أم آراء يستأنس بها ويسترشد بها؟ ونمزجها بكلمة أخيرة سعادة القاضي. أخي العزيز، طبعا هذا سؤال دبلوماسي جدا
واجب أن تكون إجاباتي دبلوماسية. فالأمم المتحدة تعمل لمعاونة الدول الأعضاء وتطرح من الأطر القانونية والسكوك ما يعاونها على تنفيذ التزاماتها. ولهذا نحن طرحنا اتفاقية الأمم المتحدة، ولكن أطمئنك أنها كانت أول اتفاقية دولية في العالم يسن لها آلية لمراجعة تطبيق الدول لها، يقودها الدول الأطراف في الاتفاقية ذاتهم وتعاونهم الأمم المتحدة. إذن الدول تراقب كيف تقوم الدول الأخرى بتطبيق الاتفاقية، وكيف تحترم مبادئ هذه الاتفاقية، وكيف تنفذ ما التزاماتها السياسية والتشريعية والقانونية وفقا لهذه الاتفاقية. ودولة الكويت، دعني أعطيك مثالا، شاركت في تقييم العديد من الدول، بينما قيمت دول أخرى أداء دولة الكويت، وكان من الأداء المميز جدا. يعني حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية التي عملنا عليها لسنوات مع هيئة النزاهة في الكويت، رأس هذا الحفل بنفسه سمو الأمير الراحل أمير البلاد، وبحضور صاحب السمو رئيس الوزراء وأصحاب السمو الوزراء. وكانت هذه رسالة قوية أن دولة الكويت ملتزمة بكل ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. إذن نحن نعمل لدعم الدول حتى تراقب الدول الأطراف في الاتفاقية تنفيذ كافة الأطراف فيها لالتزاماتهم، لأنه ليس هناك مجالا للهزل وليس هناك مجالا للهروب من الالتزامات، على الأقل صحيح. في مواجهة الفساد الذي أصبح يهدد حياتنا الآن. صحيح. كل الشكر للقاضي حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وممثل نائب الأمين العام بمنظمة الأمم المتحدة، على مشاركته معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. مشاهدينا، فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.